السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ثم كتبعوا هذا الفيديو. في آخر المسجدات قضية المغنية، ومع توالي الفضائح وتسريبات بعض الوثائق والحقائق واللي كتأكد أن الملف على وشك النهاية، خصوصا بعد ما تم الاعتقال القاضي واللي تبين فيما بعد اللي هو اللي كان كيحمي هذه المغنية، وبسببه دي كان تأخير وعرقلة القرار محكمة النقد. وأمام هذه المستجدات فالمغنية حست بالخطر اللي كيحيط بها، وهذا الشيء اللي جعلها كتسابق الزمن سواء بربط الاتصالات مع بعض المسؤولين أو مقربين لدى هيئة حكومية. وهذا الشيء كامل إخواني أخواتي في محاولة لحل هذه القضية اللي عانت منه، ظنا منها أنها لن تسلم من العقوبة الحبسية، وهذا الشيء اللي كان دائما اللي كان وعدها بها المرحوم المحامي بوعشرين، واللي قال لها أنك لن ولم تدخل السجن الوداية أبدا. هذه كلها ضمانات، يعني تبخرت أحلام تبخرت لهذه المغنية، خصوصا بعد ظهور الأستاذ رشيد العمارتي الله يطول لنا في عمره، اللي أكد أن هذه الوثائق والأدلة في يده وأنه سوف يتم تسليمها للقضاء. هادشي خطير إخواني أخواتي. فبعض المعلومات اللي كيحاول هاد المعلومات اللي توصلنا بها واللي كتأكد أن هاد المحامي ديال هاد المغنية اللي كيحاول أنه يطمئن عليها بشي، يعني بشي قرارات وبشي معلومات ربما ولا في الأحلام، يعني غير شي غير حلم، فهي تعويض العقوبة الحبسية بمقابل مادي عن يعني كل ليلة، وهذا اللي كان طرق فيه إخوان إخواتي الوزير العدل، يعني كان قال واحد ندوة صحفية واللي قال أنه سوف يتم إيجاد بعض حلول للسجناء بسبب الاكتضاض اللي كتعاني منه يعني الدولة المغربية، يعني اكتضاض السجون في السجون، وغيلتجئوا بواحد القانون اللي هو انه ما غيتم السجن اي واحد يعني في تهم، يعني وغيتم التعويض يعني عن كل ليله كيقضيها يعني في السجن، يعني ما يقدرش شي واحد شي سجين يدخل للسجن، يعني غيحط واحد المبلغ مالي وبالتالي غيتفادى يعني السجن ديالو. وهذا الشيء اللي كيحاول المحامي ديال المغنيه يعني يطبقوا على ارض الواقع، ولكن هذا القانون راه مازال يعني ما ماشي ساري المفعول، هذا غير قرار ربما نظره ديال الوزير العدل. على اي فامام هاد المستجدات الخطيره وهاد الحقائق اللي تسربات، خصوصا داك الدكتور رشيد العمارتي اللي كياكد فعلا انها غتدخل السجن، كذلك تحفه اللي حالف ان هاد السيده او هاد المغنيه، لان لطالما يعني كتخرج عينيها وكتحاول انها تبرأ راسها، فهي راه غتدخل. وهذا الشيء يعني معلومات اللي كانوا توصلوا بها هاد الناس لتتاكد فعلا ان القانون فوق الجميع، ان القانون فوق الجميع. يكفي ان القاضي اللي كان كيحمي هاد المغنيه واللي تم التحقيق معه، وبعض المعلومات اللي كتقول يعني انه غيتم الاعتقال ديالو في اطار يعني هاد التسريب، بعض المعلومات اللي كتورطو يعني خدام يعني بعض مبالغ ماليه يعني رشاوي نظير انه باش يحمي هاد اخواني اخواتي. وامام هاد التطورات فاليوم كنشوفوا خروج يعني ديال طليق ديال المغنيه في العديد من اللايفات، واللي كيطالب بالحضانه، وهذيك الدعوه اللي كان رفع ضدها لدى محكمة الأسرة بمدينة مراكش، كذلك المشكل بيناتهم وهي كون أن الترك اللي كان مدير الأعمال ديالها، وهناك واحد العقد بيناتهم واللي كيعهد بتسليم واحد نصف الثروة اللي جمعتها هاد المغنية نظير الأعمال الحفلات والأعراس، واللي صراحة أموال طائلة اللي جمعتها خصوصا في دولة البحرين. كاين واحد العقد يعني أي حاجة يعني كانت بيناتهم، يعني راه كاتبنا في العقد في الوقت اللي غيتم فسخ ديك العقد راه غيتم يعني تقسيم ديك الثروات بيناتهم، وهذا الشيء اللي جعل المغنيه يعني ما قدراش تفسخ هذا العقد بيناتهم، يعني خايفه الا فسخاتها يا سام مشى لها كلشي، راه غتبيع ديك الفيلا وتبيع ديك الشقه اللي عطات لاختها وتبيع الاملاك ديالها كاملين غيمشيو ليها. حتى اننا يعني ولينا كنشوفوها بدون مدير الاعمال ديالها في جميع هاد الحفلات اللي كنشوفو، خصوصا الحفله الاخيره اللي كنا شنا في يعني في ديك الكاباري، وديك السيده اللي كانت لها ديك 20 درهم، يعني وما كانش واحد
كيساندها في ديك الحف كما كان ديك التعليق ديالها دائما لاصق فيها ودائما كيساعدها ودائما كيمنع شي واحد اي واحد كيحاول يقرب ليها، فولات مسكينه غير بوحدها، وهذا الشيء اللي خلى انها ما تقرش تعمل شي مدير اعمال بجانبها. كذلك المغنيه ما قدرش تاخذ واحد القرار ديال الزواج، خصوصا وان الخطوبه فعلا تمت مع واحد رجل اعمال من مدينه طنجه، رغم ان هذه الاخبار غير مؤكده. في هذه الحاله اخواني اخواتي، القانون المغربي يخول الزوج المطلق لحضانه الابناء، او على الاقل رؤيه او زياره الابناء. لليوم المغنيه حالفه بالحلوف ان الطريقه ديالها ما يشوفهمش، يعني ما يشوفش السيده، حالفه انها ما يشوفش، وهذا انتقام منها، هذا الشيء كامل انتقام منها. وامام هذا الشيء كامل اخواني اخواتي، في الطريق ديالها خرج بالامس في واحد اللايف واكد امام المتابعين ديالو انه عنده من الادله ما تكفي للحصول على هذه الحضانه، ربما يعني فيديو فيه خيانه وشي شيء من هذا القبيل. فهذا السيد يعني راه معروف دائما كيكون في المحاكم، سيد يعني راه عنده تجربه في الطلاق، يعني راه في الطلاق الاول ديال مع الزوجه ديالو الاولى اللي كان دفع الوثائق وبزاف المسائل، يعني وحتى وصل في النهايه انه غيتم الاعتقال ديال هاد الطريقه ديالو الاولى اللي هي منى صابر. وصراحه بعد ما تدخلوا يعني بعض الفنانين يعني بسبب واحد الاموال اللي كانت على ذمه الابنه ديالها، فترك اللي حاول انه يغرق يعني الطريقه ديالو. فالحمد لله السيده خرجت بسلام بعد حصولها على عفو ملكي من ملك البحر على اي. فالمغنيه اخواني اخواتي امام هادشي كامل، فعلاش ما خداش القرار انها يعني تعترف امام القضاء، امام الجميع، امام المغاربه، وتقول لي ما انا كنعتذر فعلا، يعني راني اخطات فعلا، انا اخطات كما غرقات يعني هذوك المتهمين كاملين اللي دوزوا العقوبه كلهم غرقاتهم، حتى الاخت ديالها ما عقلاتش عليها، الاخت ديالها ما عقلاتش على اخواني اخواتي، ما عقلاتش عليها باش يعني تعوضها باش تكون هي كبش فداء. وبالتالي هاي خرجت وعطات ديك الكفاله الماليه، واليوم كيطالب يعني كتحاول انها كتمنى من الله عز وجل ان ديك القرار وديك القانون اللي غيحاول الوزير العدل انه يطبقه يعني يكون سهل مفعول. كذلك القضيه ديال الوئام الدحماني اخواني اخواتي اللي تفجرات، واللي هي حتى هي القضيه اللي صراحه اللي جعلها انها ما تنعش في حاله نفسيه صعيبه، حتى الطريقه ديال احياء الحفلات يعني ولا الصوت هذا ناقص، هادشي بشهادة الناس اللي كانوا حضروا في ديك الحفلة. فعلى أي نهاية، على وشك هذا الملف، على وشك النهاية، على وشك النهاية إخواني أخواتي صراحة. فكما كنقولوا إن الله يمهل ولا يهمل، فحق هاد الضحايا راه ما غيمشيش إخواني أخواتي غير هكاك. فالأكيد أيام القليلة القادمة إن شاء الله غتكون مفاجآت كثيرة وكثيرة جدا في هاد القضية. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج ديالكم. والناس جداد مازال ما اشتركوش في القناة، اشتركوا باش دائما توصلوا بما جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.